أصلاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إذا من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. واصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمن قليل فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إن الناس منا منادي ينادي للإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.